Yeah.
Yeah.
I'm
القدرات المختلفة اللي انت بتفقد فيها السنسيشن. يعني قولي عمارة، انت فقدت فيه مثلا البين سنسيشن، والعلمان في الحالة دي هيقالوا وصف معين. اكتبوا اول مرض دايابيتس مليتس، دايابيتس مريض السكر. لو انت شفته في ايديه وفي رجله هيحس بحاله معروف عليا، احس الاجابه لا. بس في نقطه عايز اقولكم عليها، انت مريض السكر ما يحسش لو احنا سبناه من غير علاج فتره طويله، اللي هو الان كنترولد دايابيتس. كانه لابس جوانتي في ايديه ولابس شراب في رجله، ولا اتقالت في اي حاجه.
توصل لمكان معين في الكورتكس اسمه السواري. انا مسيت عليها وعملت نفسي مفرقة. قلت لها ايه ده؟ مش انت بس بتاتش حضرتك على ما اعتقد تاتش ايه؟ ولا انا اقول غلط؟ قلت له برافو عليك. Section. So
كمية الديسلايكات اللي خدها سؤال كمية تاريخية في ثواني، سؤال سهل لو ثواني. فأنا عايز ليه أقول لهم السؤال ده؟ علشان وأنت بتمتحن في العملي هيخرج من إيدك ويدخلك نظري من غير ما تحس. دي بقى السؤال اللي بعده. بصوا بقى، أنا هنا هتكلم عن تكتايل ديسكريميشن. فاكرين يا جماعه البلكن ولا لا؟ البلكن العادي احط عليه اسئله، ايه اسئله؟ ديتكشن اوف ذا تو بوينتس. فاكرين البلكن كنا بنعمل ايه؟ بنحطه مقفول على عين العيان واقول له حاسس في نقطه ولا نقطتين؟ كان بيقول لي نقطه واحده، اوسع البلكن وارجع احطه تاني لغايه ما يميز له كام نقطه؟ نقطتين. السؤال تميز ما بين النقطتين، هل انت محتاج كل نقطه يبقى سبيسيفيك ريسبتور او لا؟ الاجابه سبيسيفيك افيرنت. ايوه، كل نقطه مستقله بذاتها بباث واي لوحدها. ليس كونفرجنس، يعني ايه ليس كونفرجنس؟ يعني النقطتين ما اتحدوش مع بعض في سكه. مش ده اللي عايزه ولا لا؟ لو كانوا اتحدوا في سكه واحده كانوا يدوني احساس بنقطه ايه؟ واحده. قولوا بصراحه، قولوا بصراحه، مين اللي بعدها؟ The highest stretching distance is present in. قبل ما نقول الاجابه يعني highest distance، فضلت اوسع وافتح البدل لغايه ما جيبوا النقطتين. سؤال العقل، كل ما تفتح البدل نقطتين معنى كده ايه؟ ان انت عندك تاتش ريسبتورز كتيره ولا قليله؟ قليله. يبقى انا عايزك في السؤال ده تختار لي المكان اللي فيه اقل تاتش ريسبتورز. هيبقى مين؟ هيبقى الترنك. يبقى الاجابه ترنك. انا بس بقى زي ما اتفقنا كل سؤال محطوط بيفكرنا بسؤال في العمل. اكتبوا بقى سألني سؤال السنة اللي فاتت، السؤال مش صعب على فكرة، بس عايز المكان بيمتحن يفكر شوية. قال له عايزك تعمل لي تكتايل ديسكريميشن بس بشرط. إيه هو الشرط؟ ابتدي من المكان، ابتدي من المكان، اديله سؤال كده. Start the tactile discrimination from the highest threshold distance. ابتدي من البدل وحطه على زميلك من من المكان اللي فيه اعلى threshold distance. هو اصل ايه السؤال؟ ان انا ابتدي منين؟ من التيم اوف ذا فينجر ولا ابتدي من الشولدر؟ طب هتختار ايه؟ الشولدر. ابتدي من الشولدر، بكتبها انا كان اصلي كده. ابتدي من الشولدر. هنجيب البدل مقفول عادي واحط سنيني مغمض عينيه واحطه على الشوكه واقول له حاسس دي نقطه ولا نقطتين؟ هيقول ايه؟ نقطه. اوسع البدل وافضل على كده لغايه ما الاقيهم نقطتين. ان كل شويه فتحه البدل عماله تعمل توسع معايا اكتر بكتير من لو بدات من التيم اوف ذا فيلمر. معاك في السؤال ولا لا؟ هو ده الهدف من السؤال. طبعا دكتور نايل دوران ستيتش قال انا عايز اسال سؤال بطريقه ثانيه. قلت له هو حط سؤال بطريقه ثانيه. دكتور نايل، كلكم عارفين في السكاشن اللي سمعتوها زمان كنا بنوسع البدل وبعد كده التجربه بتخلص، اه لا؟ لما سمعنا بيقول دول نقطتين وكنا دايما في السكشن حافظين كلمه بنقولها لكم، ان المسافه بتاعتيك وبسافينجر 2 الى 3 ملي ميتر، اه لا؟ وكنا بنحفظها لكم ونكتبوا وراها ونكتبوا الكلام ده. لغايه ما دكتور نجيب
shame. It is defined as detection of familiar object in most hands while most eyes are closed. صح. مين جملة غلط الأخيرة؟ هل يا ترى الستيريوغنوزيس وظيفة اللفت سيربرال هيمسفير؟ لفت ولا رايت؟ رايت. اكتبوها كده على جنب. أنا عايز النهاردة مش بتكتبوا مواضيع، لا أنا عايز إيه؟ النقطة المهمة الطلبة أهي. السؤال العام الصعب اتقال بعده. طب إيه التكة اللي أقولها؟ شايفين؟ حاطينه تحت مين؟
الجوينت عندي اسهل. تعرفين ان الجنب بتاع الفالانس بيبقى فيها البسيليان كومباسس، صح ولا لا؟ هو قال اللي بقى كده انا عايز دايركشن الى البنتيكولار لين اكسس. فلو